عسلامة. لاباس؟ سافا. أتمنى أروح. بون جو سوي ألجيريان، دوريجين ألجيريان، جو سوي انسالي سي أون تونيزي. سادير لا بوميييغ فوا بون لي بوميييغ طون كو كنت نجي ونروح يعني كنت نجي لتونس وبحكم سادير جو فيزي مي سوا إيسي أون تونيزي. ومن بعد حبيتها تونس، عشقتها ما نكتبش عليك. انت توا مقيمة في تونس؟ مقيمة في تونس وي. قداش عندك؟ عندي 8 موا 8 شهور. 8 شهور؟ ايه سادير لي بوميييغ طون كنت نجي ونروح كنت نعمل سادير لي سوان وكنت نعمل دي فواياج وكل شيء ونروح. ومن بعد بديت نخمم كيفاش يعني باش نعمل انستالاسيون هنا في تونس. وجبدت الفكرة هذه، علاش انت قررت انك تجي تونس؟ قلت لك عشقتها حبيتها. عشقتها. عشقت البلاد؟ بيانسو. حبيتها. عجبتك البلاد؟ حبيتها تونس، حبيت ناسها، ناسها طيبين يعني ما شاء الله. قررت انك تجي؟ باش نعمل إقامة، سادير بو مانستالي، جي غامني مي زانفون، جي زي انسكري على ليكول، جي لوي اون ميزون، إي لا جو ترافاي، جو ماني اون في نورمال يعني اون في سامبل نورمال، خدامة، الأولاد يقراو. وأول رمضان نعديه هنا في تونس، أما ولادي شيخين عليه. أي؟ عجبهم الجو. وي عجبهم الجو، فوالا. مادام معاك المسيو ولا واحد؟ نو، لو مسيو يترافاي أون ألجيري، ألوغ موا جو سوي إيسي أون تونيزي، أفيك مي زانفون كيما قلت لك، وهو يدخل ويخرج يعني. كيفاش تقبلها الحكاية المسيو؟ كيفاش قنعتوا بها أنك أنت باش تبقى تعيش في تونس وهو يبقى غاديكا جوست يجي يطلع عليك؟ أنا toujours je voulais sortir à l'étranger. Alors depuis le temps je voulais sortir à l'étranger puis ça y est c'est bon c'était لازم نخرج لازم نخرج لازم نعمل حاجة في حياتي. قبل معناها الحكاية تقبلها ولا بخيت برشا تقنع فيه؟ ما نعرف. يعني استغرق الإقناع نتاعو، استغرقت برشا وقت وإلا في ساعة من أول ديسكسيون قال لك أوكي؟ بوسيبل بوسيبل إيه بوسيبل لا ما نعرفش واش راهو يدور في مخه، أما المهم أنا تقنعت بالفكرة وولادي تقنعوا سي وجينا. ما يهمكش في المسيو؟ نعم؟ معناها فكرته هو ورأيه هو ما يهمكش؟ أنا ولادي أهم. Mes enfants sont les plus importants, oui. أهم الراجل؟ وي وي بيان سور. وخدمتي أهم. يعني أنت تخير خدمتك و بيان سور. ما نكذبش عليك بصراحة أنا نحب كيفاش نقول لك ما جو فوا لا في اوترومون سادير اون فام لازم تكون تتكل على روحها وتخدم وفهمتني ما نقعدش نستنى انا في الراجل ولا نستنى هك ولا نستنى هك فهمتني الوغ انا ولادي اهم وخدمتي اهم وحياتي اهم حياتي انا لازم نعيش باش كيف ساعات قرارات بعض النساء تكون مرتبطه معناها بازواجهم يقول الراجل على حاجه لا سيتادير اي سورتو لا سوسيتي الجيريان ديفيرونت لا سوسيتي تونيزيان يعني فهمتني سادير ديريه بزاف متحفظي وانا على بالي بلي راهم يشوفوا فيا يقولوا واش فيها هذه شوف نقول لك حاجه فو بارتير دان سيل برانسيب دون لا في سادير il لازم تعطي حاجه في حياتك فهمتني انا بور موا تخلقت في هذه الدنيا هذه باش نور سادير بور avoir une place dans cette société. C'est pas uniquement de vivre le ناكل ونخرج ومنها هذه فهمتني. فونكسيون معناها. Oui, j'ai une fonction et maintenant là je suis en train de préparer de faire une société ici en Tunisie. Et voilà. C'est-à-dire, علاش انا قلت لك انا خدمتي اهم وحياتي اهم وولادي اهم من كل شيء. Voilà. اي. 8 شهور هنا. شنو الحاجات الصعيبة اللي تعرضت لها؟ شنو الحاجات جوسك لا الحمد لله جوسك مانتنون الحمد لله يعني اول حاجه اللي كنت متخوفه منها يعني تخوفت من ولادي يقولوا ما
من نجموش اون بو با لي انسكريغ على ليكول ولا هكا، مي فينالمون الحمد لله ربي سهل لي كل الامور وقيتهم في لي زيكول ايتاتيك. جي ابارك جي ان دو مي غارسان il est dans une école privée. Autrement, les autres ils sont dans une école étatique. عندي toutes les catégories. عندي lycée, عندي الاعدادي وعندي البريمير. Alors اقلموا الكل ما عندهمش مشكلة. لا لا تاقلموا نورمال هما التوام. Alors vraiment حكيت لهم قلت لهم راهو صايي باش نمشوا نعيشوا في بلاد اخرى. كنت نجي لتونس وكنت نخليهم في الجزائر اشك فما ما هزينا لتونس هزينا لتونس. قلت لهم يجي نهار وين نمشيو لتونس. ومن بعد سيتي لا فوالا. اي بي جيت في سبتمبر ركحت كل شيء يعني كريت دار وركحت لهم الوراق نتاع ليكول وكل شيء. عاودت دخلت للجزائر وقلت لهم هيا اون افون فا بارتيغ اون تونيزي فوالا. وجاو c'est-à-dire la première semaine quand on est venu on a habité ici dans cet hôtel là l'hôtel international. On a passé 10 jours dans l'hôtel le temps que j'ai aménagé la maison. Ils ont aimé, ils ont adoré. عائلتك قبلوا اني بنتهم باش تمشي تعيش في بلاصه اخرى صحيح ماهيش بعيده. عائلتي كي سالتيني على عائلتي دوك نقول لك انا امي متوفيه ربي يرحمها عندها 20 سنه ملي توفيت. و مون بير ان فرانس جو لو كوني با فوالا. اي ابار سا جي توت ما فامي على ليترونجي. الوغ ديجا كو هما ديجا اي سونت على ليترونجي الوغ بوركوا با دو نو با بارتير مو اوسي على ليترونجي فوالا. سؤال نحب نسأله لك، أنت اخترت أنك تجي لتونس على خاطر مثلا في الجزائر محافظين برشا لدرجة أنك أنت ما تنجمش؟ لا 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 أنا لو بوان اللي جيت عليه على تونس أول حاجة باسكو قلت لك كنت ندخل ونخرج بحكم جو في لي سوان تاعي في تونس. هذه أول حاجة هذه أهم حاجة باسكو جي أن بتي بروبليم أو نيفو دي زيو سيتادير كو جو دوا علاج معناها إي علاج. هذه أول حاجة. ومن بعد مش على محافظين ولا من في الجزائر عايشه لاباس الحمد لله كل واحد اموره. اما اول لو بروميير بوين كي ما ليسي سادير ريفليشير دو فينير مانستالي اون تونيزي سيتي مي سوان. اي جو بوفي با سادير ا شاك فوا ليسي مي زانفون نخلي ولادي وندخل ونخرج وهذه وهذه. ومن بعد جو مسوي دي يفو يفودرا كو جو بونس ا فينير مانستالي بي سي تو. فوالا معناها ماكش باش ترجع للجزائر مستحيل يعني باش تكمل هنا على طول في تونس. يا باش نرجع للجزائر باش ترموني انا باش نقعد هنا في تونس مرحبين بيا ولا لا؟ بالطبيعه مرحبا. كيفاش تعدي لك رمضان اول رمضان في تونس؟ لا 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 نورمال نورمال قلت لك انا ايه باهي عجبك ايه بيان سيغ. نخلي لك كلمه الختام. با جو باس البونجور ا توت الجيري فوالا. ونقول لكم يعني انتم محلاكم وشعب طيب وربي يفضلكم ونقول لكم صحة رمضانكم وصحة عيدكم.